بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في منظومة القواعد الفقهية: الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق، ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة، ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرا، ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب. فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفق. فهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. النية شرط لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل، الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير، وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار، وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين، والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، والأصل في الأضاع واللحوم والنفس والأموال للمصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. وسائل الأمور كالمقاصد احكم بهذا الحكم للزوائد، والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن. لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التثيم عنه والزلل. ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع، والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه، وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن، وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم. والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي، كذاك من وما تفيدان معا كل العموم يا أخي فاسمعا. ومثله المفرد إذ يضاف فافهم هديت الرشد ما يضاف، ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل، وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت لشرعته، وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد، إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فعلما. تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم، وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل إحداهما فاستمعا. وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل، ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نواي طالبا. والوازع الطبع عن العصيان كالوازع الشرع بلا نكران. والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام، ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعين.